كيف يعمل علاج KKT؟ يأتي أسلوب علاج KKT كعلاج مثالي لحالات اعوجاج العمود الفقري وما ينتج عنه من آلام في الظهر والرقبة وتقييد للحركة، حيث يقوم الطبيب المعالج بعمل الأشعة اللازمة لمنطقة العنق والعمود الفقري والتشخيص الدقيق لسبب الآلام والطريقة المثلى لعلاجها. يبدأ المريض في عمل جلسات العلاج بجهاز KKT، حيث يقوم الجهاز بعلاج المناطق المعتلة من العمود الفقري. يقوم جهاز KKT بتعديل وضع الفقرات غير المنتظمة إلى وضعها السليم والطبيعي، حيث يقوم بإعادة ترتيب الفقرات مما يعيد ضخ الدم النقي إلى الدماغ ويعود الاتصال العصبي السليم إلى أجزاء الجسم. يبدأ المريض بالشعور بالتحسن التدريجي لحالته والشعور المتدرج بالراحة، وتخف الألام التي كان يشعر بها تدريجياً حسب حالته حتى تختفي نهائياً ويعود إلى ممارسة حياته الطبيعية براحة ويسر. بمجرد تحقق التوازن العصبي العضلي والهيكلي من خلال البرنامج العلاجي لKKT، يتم منح المريض برنامجاً خاصاً لمجموعة من التمارين متضمنة البيانات الخاصة بالأشعة السينية الخاصة بكل مريض، مما يمكن المريض من العودة إلى الحركة بطريقة طبيعية وتختفي الآلام نهائياً.